بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته، إنه أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة الأكارم، أيتها الأخوات الطيبات، واللقاء معكم يتجدد من خلال برنامج رؤياك. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة، ثم نقوم بتوثيق رؤاكم تباعا، ثم بعد ذلك نقوم بالإجابة عليها مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه، ودعاؤنا دائما: اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين، إنك أنت الفتاح العليم. حياكم الله من جديد. حتى نستقبل أول اتصال، نعم، معنا اتصال. أخت أم أحمد من صلاح الدين، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم أم أحمد، تفضلي. السلام عليكم. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطينا الصوت أخي الحبيب. نعم، بارك الله فيك. أنا أم أحمد. أم أحمد معانا؟ نعم، تكريت. انطيني الصوت اخي، ما معي صوت. نعم، تفضلي. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أيه. حياكم الله. شيخ، الله يبارك فيك. شيخ، انا متكريت. نعم، تفضلي. نعم. أيه. شيخ، هاي المره الثانيه. نعم. نعم. زلزال كلش قوي. طيب، نعم. طيب، نعم. زين أم أحمد، لحظة أم أحمد، الزلزال يعني عام بالمنطقة ولا بيتكم مثلا؟ لا، أنا بيتي، بس يعني قاعدة كنت بالبيت وأولادي يمي، صارت الزلزال تحت الرمل، أولادي خوفا عليهم، اللي قلت لهم يوقع كلش قوي. نعم، طيب. أي والله. طيب. شنو؟ ما أعرف إذا صار بالمنطقة، بس صارت كحلم إنه أنا بيتي صار الزلزال، بس الهزة كانت كلش قوية. بالرؤية يعني بيتكم أنتو؟ بيتي، نعم. وصار زلزال وأنت احتضنتي أولادك، خايفة عليهم؟ احتضنت أولادي خوفا عليهم، كنا نايمين يعني على الأساس، وقعدت قعدت قلت لهم وقعدت زلزال، فاحتضنت وقعدت حتى إذا وقعدت كنت من مكسوية، فكانت الهزة كلش قوية، فقعدت من النوم حقيقة قعدت كلش مرعوبة. أم أحمد عفوا، زوجك على قيد الحياة؟ من وين؟ زوجك؟ زوجي مفقود بفضل الشيخ. مفقود. خمس سنوات. اي والله. زين، عندكم مشكله غير هذه؟ يعني بهاي الفتره اللي شفت بيها الرؤيه، صار عندكم مشكله بالبيت؟ مشكله مثل شنو شيخ؟ يعني قصدي خلاف اسري، مشكله ويا اولادك ويا اهل زوجك او كذا ما مثلا؟ ما عندي. مع اهل زوجي افضل مقام عندكم، لكنه مشكله عندك لا ما عندي، لان احنا عائلتنا كلها على طرف، ماكو اي مشكله. خير خير، ابشري. نعم. الرؤيه الثانيه ام احمد؟ الرؤيه الاولى اذا مو زحمه، الرؤيه الثانيه يا شيخ. نعم. المكان اللي قاعده بي اني يطل على شط، يعني هاي الحقيقه بيتي ركن على الشط صاير. نعم. دائما اشوف اني منظر الغروب. فديك الليله، ديك الليله على اساس ما صار غروب، فصارت طلعت دخانه كلش سوداء. وين الدخان وين صار؟ وين منطقه الغروب؟ من جهه الغروب. من جهه الغروب، نعم. بس دخان اسود قوي كثيف كثيف، بحيث انصدمت، يعني بالحلم انصدمت وبالواقع اللي قعدت انا انصدمت، طلعت اركض من صدق عبالي. نعم، طيب. خير خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. تسمعين تسمعين الجواب. مرحبا، حياك الله اخت الكريم. نعم، معنا اتصال. الاخت جنان من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخت جنان، حياكم الله. مرحبا بك. الشيخ، انا حلمت انه اختي حلمت، هي مريضه خالص مرض هسه، وحلمت انه جنود، بس جنود مو عراقيين، يعني انه يلاحقونها على كل مكان، ولدي اذونها هي واطفالها. نعم.
وهي بهسه بحالة مرض يعني ان عندها السحر وهيك، وهذا الحلم يعني بدي اتواجهها دائما، يعني هذا الحلم الباقي هي انه حلمت. زين اخت، دائما تحلم هيك. زين جنان، اختك عالجت بالرقية الشرعية؟ اي هي بهسه بتتعالج حاليا الرقية الشرعية، دا نعالجها وهاي، بس هي يعني بهذا يعني هاي الايام اللي دا نعالجها فيها هي دا تحلم هاي الاحلام من الجنود يلاحقونها يعني ويريد يأذونها هي واطفالها ما كان يعني وياها وهاي. والحلم الثاني انه اني واختي دائما احلم انه كبده مشويه وناكل بيها. شنو المشويه عفوا؟ سمكه؟ كبده. كبده كبد مشوي. نعم اي مشويه وناكل يعني بيها. طيب نعم خير خير ان شاء الله. نعم ابشر، تسمعين الجواب ان شاء الله اخو جنان ان شاء الله. حياكم الله ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله. نعم معانا اخ محمد من كربلاء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اخي الحبيب، تفضل. الحمد لله اكرمكم الله بارك الله فيك، تفضل اخي الحبيب. نعم شيخ ما ادري ازعم عليك، حلمت نعم حلمت يعني هيك وقد ماي هابط جماعة قاعد يسبحون بي وانا قاعد اطلع عليهم. نعم طيب، ناس يسبحون بهذا المي؟ اي بس المي مو يعني صافي كذا شوي شلون خاب وطيب. نعم، الناس يشربون منه عفوا اخ محمد ولا يسبحون فيه؟ المي؟ ايه الجماعة اللي يسبحون بي انا اطلع عليهم. ايه اقصد هم يسبحون ولا يشربون من المي؟ لا يسبحون. يسبحون. طيب نعم الله يحفظك. الله يحفظك اخي الحبيب. استاذ محمد حضرتك موظف كاسب انت؟ موظف. موظف موظف، يعني اكو مجال يعني مثلا من خلال الوظيفه او زملائك بالوظيفه يعني استشاروك بشيء او عرضوا عليك عمل معين او مشروع معين وانت رفضته؟ وياي اخي الحبيب محمد. صحيح صحيح، هي أكبر شغلات يعني قاعد. طيب طيب ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله تسمع. حياك الله خير. يا مرحبا حياك الله. معانا الاخت ام علاء من دياله، تفضلي يا ام علاء. الو تفضلي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا اخت ام علاء، تفضلي. الله يخليك. شيخ واحده من البنات. نعم. يعني بناتي شايفه شايفه منام، لان يعني مسجونه هي واختها بقلعه، قلعه كبيره قديمه وبيها 9 غرف وعلى كل باب غرفه سجان، وتقول يعني مرعوبين ومسجونين بغرفه من الغرف وخايفين، تقول بعدين تمكنت طلعت قتلت واحد من السجانين كلهم ماتوا. وهاي اهم ذكرت شايلي، وهو هذا السجان شايل حلقه بها 9 مفاتيح وهاي 9 غرف و9 مفاتيح و9 سجانين، تقول من طلعنا كتلنا واحد كلهم ماتوا، فتحنا الغرف واحده ورا الله وطلعنا وانهزمنا. نعم زين. ام علاء الله يحفظك، بناتك طالبات ولا ما يدرسن؟ الو بناتك يدرسن يا ام علاء ولا ما يدرسن؟ لا والله بالبيت ما يدرسون. اثنين ما يدرسون. هن بسن أيوة. الزواج بسن زواجهن حاليا؟ اي نعم سن الزواج. اكو مشاريع زواج يعني تجي دائما وتتعطل مثلا او ما ما تكتمل؟ اي صح. خو ما عندكم مشاكل مع احد مثلا من الاقارب او الجيران او غيرهم؟ اي والله اي عندنا مشاكل يعني. خير خير، ابشري ابشري، تسمعين الجواب ام علاء، حياكم. بس عندي بعد منام لاخ اذا مو زحمه. ماشي تفضلي شويه مجال اخي المخرج الله يحفظك. يعني نعم شفت واحد من الولد يعني هو يقرب لي زارع ببيته شجره سوداء. لحظه شنو ببيته؟ زارع ببيته شجره سوداء يعني مو لون اخضر ولا يعني لون طبيعي، لون اسود. الشجرة لونها أسود بيتها مزروعة. طيب نعم. اي والله. هذا الرجل شلون التزامه الديني؟ والله هو يعني اللي نشوفه يقرأ قرآن ويصلي وراح للعمرة وكذا. نعم. اي والله. زين عمله أم علاء هو
عمل موظف هو نهاري ليلي يشتغل مثلا دائم حراسة مثلا؟ لا هو عسكري. يعني قصدي مجال حراسات وكذا اكيد اذا هو عسكري. نعم طيب. هو يخبز يعني، هو خباز مجال خبز، يشتغل خباز. طيب خير ان شاء الله. تسمعين الجواب ان شاء الله. حياك الله ام علاء. مرحبا حياكم والديكم. وعليكم السلام. معنا اتصال اخي الحبيب. نعم فالح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخ فالح، حياك الله. الله يرحم والديك. يا مرحبا، بارك الله فيك. نعم اخي الحبيب. والله الصوت شوي قطعي. نعم تفضل. في رمضان في نهر دجله. برمضان كنت على نهر دجله. نعم كلها ورود. نعم يعني انت بالرؤيه شفت نفسك على نهر دجله وكلها ورود؟ نعم يعني السماء كلها ورد. نعم طيب بعد؟ يعني هذا في رمضان في نهر دجله يعني. نعم نعم وهذا اشكرك جزاك الله خير. يعني شفت نفسك بنهر رمضان على نهر دجله وكان النهر كله ورود. طيب يعني السماء كلها ورود. ها السماء نعم كلها ورود، الورود كلها يعني لونها ابيض. لونها ابيض. نعم نعم خير ان شاء الله. خير ابشر ابشر. تسمع الجواب اخي الحبيب، حياك الله. ايه نعم اخ رعد من بغداد، تفضل اخي الحبيب. تفضل اخي الحبيب، حياك الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا استاذ رعد. شلونك شيخ العزيز؟ حياكم الله، اعزكم الله بطاعته، حياك الله. تفضل اخي الحبيب. نعم. تسمعني واضح شيخي؟ اي لا واضح ما شاء الله. نعم. شيخ يعني بالرؤيه. نعم. والصلاة على الحبيب مصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. عندنا بستان ورا البيت. نعم. فقاعدين بالحديقه اللي قدام البيت انا وجدي وابن عمي. نعم. معنى الشيخ واضح؟ نعم اخي الحبيب. نعم. اي فشفنا نور انه خرج من هذا البستان، البستان عباره عن كله يعني ما بي اي شجره مختلفه. شنو البستان؟ تمر؟ اي فشفنا نور، النور وصل عنان السماء تقريبا. نعم. فدزني جدي الله يرحمه. نعم. اي فقام رحت من هذا النور شوفه شنو هو. نعم. فرحنا شيخي انا وابن عمي لقينا قبر بصل داخل البستان. نعم. اي فشيخي وخرنا القبر يعني عباره عن طبقات من طبقات شلون الذهب والفضه. نعم. كشفنا القطع واذا رجل نايم الاوصاف حسب اهل العلم اوصاف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم. فالشيخ حطيت ايدي اليمين جوا راسه فاسندته لصدري اقعدته واذا بي يتكلم وياي كلام واضح. نعم. اي فسالته ارتاحت لهذا الشخص مع مؤانسه يعني اخاف الطبع اخاف من الميت. نعم. فسألت قلت من أنت؟ قال أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك يا رسول الله. نعم. نفس اللحية كثيف اللحية يعني صفات مال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال لي أنا نبيك محمد؟ بكيت عن رأسي. نعم. فبإيد اليمين مسح الدموع من خدودي. فسألني قال لي شلونكم؟ قلت له والله يا رسول الله احنا عايشين بضيق وبكآبه والامور اختلفت. قال انا اعرف بحال اهل الدنيا بدون ما تقول لي. نعم. فبثنا الكلام انا ابكي من شده الفرح. نعم. فاقسمت عليه قلت له يا رسول الله اسالك الجنه، فسكت عليه الصلاه والسلام. نعم. بالمره الثانيه قلت يا رسول الله اني اسالك الجنه، فسكت عليه الصلاه والسلام ايضا. نعم. بالثالثة قلت يا رسول الله أقسم عليك بالله العظيم إني أسألك الجنة، فقال ولك الجنة، لك الجنة لك الجنة، ثلاث مرات. ما شاء الله. العبارة. نعم. الأولية قال ولك الجنة، لك الجنة، لك الجنة. نعم. فمن قال لي هيج حضنت فقمت أبكي بكاء يعني بكاء مو طبيعي. نعم. فقال لي روح وخلي يجيني الحجي أرجع شوية، وهو اللي رجع القبر علي. نعم. ف
فجيت للحجي قلت له حجي قام من هذا؟ قلت له سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. صراحة يعني جدي الله يرحمه يرحم والديك كان من اهل الله يعني مؤمن موحد. ما شاء الله ما شاء الله. صراحة للقبر ظل بحدود النص ساعه وكمل الحكي القعده وكان يجينا نفس الحاله يبكي. قلنا له شنو اللي اكرمك به سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اكرمني خيرا بهيك لهجه. اكرمني خيرا؟ اكرمني خيرا. نعم ما شاء الله. أي شيخي. نعم ما شاء الله. أريد التأخير والله ورسوله أعلم. نعم الله أعلم. الله يحفظك جزاك الله خير. خي الحبيب صدر عاد من بغداد. أي نعم من بغداد. الله يحفظك. شنو مجال عملك؟ والله شيخي قاعد ساكت يعني لا شغل ولا عمل. كاسب يعني؟ ولا أي نعم. فبطبعي أنه بار بأمه وأبوي أكثر من عملي. ما شاء الله. نعم الله يحفظك. أي نعم. بس في حين وقت الرؤية شيخي كانت شوية صلاة متغطعة يعني مو محافظة على صلاة. سبحان الله. نعم. هسه شلون صار الرؤية؟ لا التزمت والفضل لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله رؤية خير من الله. يعني شلون هسه شلون صلاتك؟ صلاتي أثناء الرؤية متغطعة شيخي يعني. وهسه؟ هسه لا احمد الله واشكره من معتادين المساجد وبارد امه وابوي. اذا اشوف رجل فقير يعني بحيث ينكسر قلبي ابكي دمعا. ما شاء الله. ومؤوي بيتي حاليا ثلاث عوائل ارامل وايتام في بيتي. ما شاء الله ما شاء الله. اي والله الله يبارك. ابشر اخي تسمع الجواب ان شاء الله. تسمع الجواب. الله حياك الله. بالخير شيخ. الله يباركك ويجزاك يا مرحبا. ويا ريت قبل وقت البرنامج احب يعني اسمع التفسير. الله يرحم والديك. هو ان شاء الله بهاي الحلقه تسمع التفسير والاعاده. يعني هو عندنا حلقتين بالسبت والاربعاء من التسعة الى العشرة. والله شيخ يفضل يعني انا احب ذلك. ابشر تسمع ان شاء الله الجواب اليوم ان شاء الله. حياك الله. بالخير شيخ. مرحبا الاخ الغالي. الله يحفظك. حياك الله. نعم. حياك الله معانا. حياك الله الاخت ام عبد الرحمن من صلاح الدين. تفضلي. قطع الاتصال نأسف من الاخت ام عبد الرحمن. ممكن تعاود الاتصال خير ان شاء الله. معانا اتصال ولا؟ نعم. قلنا احباب الاكارم يعني تكلمنا عن بعض المفردات في الحلقات الماضيه والحلقه الماضيه تحديدا. قلنا عن بعض دلالات الشفاء والعافيه في حق المرضى التي تدل على الشفاء أو العافية أو تدل على أضدادها من المرض أو الابتلاء وغيره. فتكلمنا عنها بعض الشيء طبعا بحسب ما يسعفنا الوقت من دقائق قبل أن تبدأ الاتصالات أو أن نبدأ على التفسير. نعم معنا اتصال. نعم ألو أختم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا تفضل أختي الكريمة. نعم. أقول لك شيخنا جارتنا حلمانة بيه. نعم. تقول شايلة مسواق. أنا مو متوفية. شايلة مسواق والمسواق بيستلج. نعم. تقول وسألتها قالت لها شنو؟ قالت لها أريد أسوي فاتحة لأمي. نعم. إي و يعني أقول شنو التفسير مال الشيخنا يعطيك العافية؟ يعني بالرؤية تسوي الفاتحة لأمك؟ إي بالرؤية. قالت لها هاي جارتنا سألتني. طيب. قالت لي إيش تبي تستشج بي؟ قالت له والله بدي اسوي فاتحه لامي. زين امك متوفيه ام علي؟ نعم. امك متوفاه لو على قيد الحياه؟ اي لا لا متوفيه امي. الله يرحمها ان شاء الله. تعيش. طيب ابشري ابشري تسمعين الجواب. اي وشايل ثلج ومسواق. نعم. بس اكثر مأكدة على الثلج. تقول قالت لها هاي الشجبي؟ قالت لها والله اريد اسوي فاتحه لامي. خير خير ان شاء الله. ابشري ابشري تسمعين الجواب. أيوة ان شاء الله. اي والله شيخنا يعطيك العافيه. حياك الله. يا مرحبا الله يعافيكم. حياكم الله حياكم الله. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. الاخ قحطان تفضل اخي الحبيب. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. شلونك شيخنا عزيز؟ الحمد لله اكرمكم الله بارك الله فيكم. حياك الله. الله محييك. عمي توفى قبل 40 يوم. يا ريت شوي صوتك اخونا. عفوا. نعم. عمي توفى قبل شهر. من اللي توفى عفوا؟ عمي. عمك توفى قبل شهر. طيب نعم. صديق وشافه بالرؤية. نعم. تفضل استريح تغدى. قال انا صايم ومطلوب صيام كثير يعني. نعم. يعني شافه بالرؤية انه صديقه يعني. نعم. قال لي تفضل تغدى. وقال انا صايم ومطلوب كثير صيام كثير يعني. نعم. زين هو بالاصل اخي بالواقع يعني هو مات ومطلوب صيام؟
هو مقعد، كان مقعد كان يعني كان من اهل الاعذار، يعني كان مقعد هو ما كان يصوم، يعني ما كان يصوم بسبب المرض، يعني مرض، يعني هو مقعد كان مقعد وجلطه. زين، حسب علم اهله، حسب علم اهله، يعني هم هو دفع فديه الافطار؟ والله لا ما دفع، يعني ما دفعها؟ لا طيب ان شاء الله ابشر. وعندي سؤال. تفضل اخ حبيب. نعم. زوجتي هم شافت رؤيا، شافت قبور، يعني قبور معروفه، يعني اهلها واخوتها، يعني بس شافت قبر واحد مجهول، يعني ما تعرفه. نعم. يتعذب بالقبر، انه يشيل، يعني يقوم من القبر يتعذب، يعني بس يعني مجهول، زول اخي يعرفهم، يعني بس هذا القبر وحيد، ما تعرف. يعني هو بس القبر المجهول كان يعذب؟ نعم. وما تعرف صاحبه هي؟ لا ما تعرف. شلون التزامها هي بالصلاة؟ لا ملتزمة، يعني جيد لا ملتزمة، يعني 5 أوقات وصيام الليل وهذا. طيب أبشر أخي الحبيب، إن شاء الله تسمع الجواب. حياك الله. نعم. يا مرحبا. معنا اتصال أخير. أخذ دنيا من بغداد، تفضلي. قطع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الله يبارك فيك. أنا حلمت بالحلم أنه أني مرتدية الحجاب ولابسة العباءة وداوم مكان، مع العلم أنه أني بالحقيقة خريجة، يعني بس ما متعيني. نعم. يعني بالرؤية فداوم بهذا المكان، وبهذا المكان أكو شخص كان اسمه سعد. نعم. أنا ما أعرفه، يعني بس مجرد أعرف اسمه، أنه اسمه سعد بهذا المكان، ودا أداوم، ومن رجعت يعني صادفت صديقة إلي اسمها هدى. نعم. وانتهى الحلم، ما أعرف. وبالحلم أيضا هم شفت يعني والدتي. نعم. يا رب تفسر لي، الله يبارك. زين، سعد تعرفيه بالواقع أنت؟ أي أنا ما متعينة بالواقع، ما متعينة. أنت ما متعينة، سعد تعرفيه بالواقع؟ هو موظف يعني؟ لا ما أعرفه. ما تعرفين؟ لا ما أعرف. وهدى تعرفينها؟ اي اعرفها، صديقه الي. زين، هي موظفه طالبه شنو؟ اي موظفه. نفس مجال تخصصك انت هي؟ اي نفس مجال تخصصك. خير ان شاء الله. ابشري حياك الله. مرحبا اختي الكريمه، حياك الله. نعم احباب الكرام، ممكن هذا العدد كافي من الرؤى لحلقه اليوم. نستاذنكم بفاصل ثم نعود للتفسير، فانتظرونا حياكم الله. حياكم الله من جديد أحبتي الأكارم. كان معنا مجموعة من الرؤى نقوم بتفسيرها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما رأيتموه خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه. كان معنا الأخت أم أحمد من تكريت، ذكرت في رؤيا أنها رأت في الرؤيا زلزالا كبيرا، وكانت في بيتها مع أولادها، فاحتضنت أولادها بعد أن كانوا نائمين، احتضنت أولادها خوفا عليهم، وقالت يعني إذا متنا نموت سوية أو يعني وهكذا. أقول يا أختنا أم أحمد، والله تعالى أعلم، يعني الزلزال يدل على آية من آيات الله عز وجل. الله عز وجل يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ويقول الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآية أيضا سيدنا عمر حين يعني حصلت الزلزلة في زمانه قال لمن حوله لئن عادت لا أجاوركم فيها أبدا، يعني إذا عادت الزلزلة مرة ثانية فأنا يعني أفارق هذه المدينة، لأنه هذا الأمر هو آية من آيات الله عز وجل، يعني هو تذكير من الله عز وجل، ترغيب للناس، تذكير لهم بالعودة إلى الله عز وجل. الزلزال يدل إما على فتن الدنيا أو على أهوال يوم القيامة وما يسبق يوم القيامة من أهوال،
وهو تذكير لنا أن نتقي الله عز وجل يا أم أحمد في أنفسنا، وأن نتقي الله عز وجل في أولادنا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فإذا أولادك رعية، أنت تسألين عن نفسك وتسألين عن أولادك. هذا الزلزال إما يدل على فتن الدنيا، ويدل على حبك واهتمامك واحترامك وحرصك على نفسك وعلى أولادك، أن يجنبكم الله إن شاء الله فتن الدنيا، وأن يجنبكم أيضا إن شاء الله عذاب الآخرة. كفانا الله وإياكم شر أنفسنا وشر الأشرار، ووقانا الله من الغفلة ومن السهوة، ورزقنا وإياكم إن شاء الله اليقظة والتنبه، حتى نعيش في الدنيا إن شاء الله على طاعته، وفي الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته، اللهم آمين. أيضا تقول أنها رأت في الرؤيا أم أحمد أنها تنظر إلى النهر، فبدأت تنظر إلى جهة الغرب من جهة النهر، فرأت دخانا أسود كثيف. الدخان أيضا يا أختنا أم أحمد، هذه الرؤيا يعني لها صلة بالرؤيا الأولى، هي تذكير إما بفتن الدنيا أو بعذاب الآخرة. ومن أراد أن يقيه الله عز وجل فتن الدنيا وأن يقيه عذاب الآخرة، فليفزع إلى الله وليلجأ إلى الله عز وجل، وليتوب إلى الله عز وجل، وليتمسك بمصدر الهداية والحصن الحصين من الضلال والغواية، القرآن والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الدخان أحيانا يدل على يوم القيامة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وأحيانا يدل على الفتن وآثار الفتن، لأن النار تدل على الفتن، والدخان هو أثر من آثار النار، فيدل على آثار الفتن. نسأل الله العافية، سلمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أختنا أم أحمد أنت وأولادك وجميع المسلمين والمسلمات. الأخت جنات من بغداد تقول أن أختها رأت في الرؤيا، وأختها مريضة، رأت جنودا يلاحقونها يريدون أن يؤذونها، علما أنها مريضة بالسحر وهي تعالج بالرقية الشرعية. أقول يا أخت جنات، إن شاء الله هذه بشارة خير، أن الرقية بدأت تؤتي ثمارها وتؤدي مفعولها، فالقرآن يستشفى به من كل الأمراض بما فيها السحر، فهنالك رقية شرعية خاصة لفك السحر، سحر التوهم، سحر التخيل، سحر التفريق، سحر المحبة، سحر الربط، سحر الكراهية، وغيرها من أنواع السحر. هنالك رقية شرعية، آيات مأثورة يعني في القرآن الكريم، مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاستشفاء بها من السحر، وهنالك أدعية وأذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تنفع في هذا المجال. فأنا أنصحها بالاستمرار على سماع الرقية الشرعية وقراءة الرقية الشرعية، فهؤلاء الجنود الذين يركضون وراءها هم يعبرون عن شياطين الإنس أو شياطين الجن الذين بدأوا يتأثرون بالقرآن، بدأوا يحترقون بالقرآن، بدأوا يعني يخرجون من جسدها، أو يعني يبطل مفعول السحر الذي وكلوا من أجله بسبب سماع القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم. فإن شاء الله رؤيا خير. أيضا تقول أن هي وأختها في الرؤيا أحيانا يرون أنهم يأكلون كبدا مشويا. نقول إن شاء الله هذا رزق طيب، قد يكون عاجلا في الدنيا، وقد يكون هو يعني كبد الحوت المشوي الذي يهيئه الله عز وجل لعباده فيأكلون منه في الآخرة. المهم إن شاء الله هو رزق طيب مبارك، قد يكون عاجلا أو آجلا يا أخو جنان من بغداد. أخونا محمد من كربلاء يقول: يعني رأيت في الرؤيا ماء، يعني نهر جاري، أو المهم ماء، كان هذا الماء فيه طين أو فيه تراب خابط يعني نسميه احنا، وكان الناس يسبحون فيه وأنا أنظر إليهم. أخونا محمد أنت موظف، الله تعالى أعلم، أنت قد ترى الفساد الإداري والمالي والأخلاقي من حولك عند الكثير من الموظفين الذين يتخبطون في المال الحرام، والذين يأكلون من المال الحلال والحرام ما يشاءون، لكنك تستعف وتترفع عن ذلك وتقول: معاذ الله، إنه ربي. نسأل الله عز وجل أن يكفيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. أنا أقول لك: اثبت على موقفك هذا الشريف،
لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن لله تعالى عبادا لهم حسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. قيل من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا حال بعض الموظفين أو الكثير من الموظفين، ولا نقول كل الموظفين، نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. ويقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ليسمع أهل الرشا والذين يأكلون الحرام من وزراء ومن نواب ومن مدراء عامين ومن موظفين عاديين، كيف تطعمون أنفسكم الحرام؟ وكيف تطعمون أباءكم وأمهاتكم الحرام؟ كيف تطعمون زوجاتكم وأولادكم الحرام؟ وكيف تستسيغون أن تقطعوا اللقمة من فم الأرملة واليتيم والمسكين والمجهود والضعيف ثم تطعمونها لأنفسكم ولذويكم؟ فما أقبح ما تأكلون، وما أقبح ما تجنون، وما أقبح ما تدخرون مع ما ينتظركم من عذاب الله، نعوذ بالله من غضب الله وعذاب الله سبحانه. نعم يا أخونا محمد من كربلاء. أم علاء من ديالة تقول أن واحد من بناتها رأت رؤيا أنها هي وهي وأختها كأنهم كانوا مسجونين في قلعة قديمة، القلعة فيها 9 غرف، على كل غرفة سجان، وبيد كل سجان كان يحمل مفتاح، يعني عدد الغرف 9 وعدد الأبواب 9 والسجانين 9، المفاتيح 9. تقول ففتحنا الباب وقتلنا سجانا فمات الجميع، ثم فتحنا الأبواب كلها، فتحنا الأبواب كلها. قالت هنا لسنا بطالبات حتى نقول أن الرؤية قد تربط بقضية الدراسة، لكن قالت يعني أحيانا يتقدم لهن بعض الشباب لكن لا يوفق مشروع الزواج، ونحن أيضا نعيش مشاكل. أقول يا أختنا أم علاء، بداية الله عز وجل وحده بيده مفاتيح الفرج، وهو وحده كاشف الضيق والبلوى والحرج. هذه إن دلت على شيء، طبعا قرينة الأرقام، قرينة القلعة، السجن، السجان، يعني فيه دلالات، فيه دلالات. أنا أنصحكم بماذا أم علاء؟ تجتهدون بالدعاء، الاستغفار بكثرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، قراءة الرقية الشرعية وسماع الرقية الشرعية، التصدق بنية الفرج وتيسير الزواج، وإن شاء الله قريبا نسمع أخباركم الطيبة يا أختي أم علاء وأخبار بناتك. أسأل الله عز وجل أن يزوج كل شاب يبحث عن الزواج وأن يرزقه زوجة صالحة، وأن ييسر زواج كل بنت تبحث عن الزواج وأن يرزقها زوجا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالزواج فضل من الله، فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلنكرر هذا الدعاء، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم ورحمتك التي لا يملكها أحد غيرك. كرر هذا الدعاء بكثرة، اللهم نسألك من فضلك العظيم ورحمتك التي لا يملكها أحد غيرك. خدنا معلاء تقول أيضا أنها أيضا رأت أحد جيرانهم، يعني هو ملتزم دينيا، لكن تقول رأيته يزرع شجرة، أو أنه قد زرع شجرة أو أكثر، لكن كلها كانت سوداء. أقول أختي الكريمة، يعني هذا السواد أحيانا له دلالات، إذا كان هو من أهل التقوى والصلاح الله أعلم، إما أنه يدل على عمله إن كان عمله ليليا، قلت هو عسكري قد يكون عمله ليليا فيكون مصدر دخله دائما في الليل، أو أنه يكثر من العبادات الليلية كقيام الليل والاستغفار وغيرها، يعني والله تعالى أعلم، أو أن فيه دلالات فيها تذكير له أن ما يزرعه ويتحرى أن يجني ثماره، يعني هنالك دخن في هذا العمل، إما أن يكون دخن في مصدر رزقه، المال الذي يكسبه ليس بالحلال تماما، أو أنه عنده مشكلة في عمله في قضية النية أو غيرها. الله عز وجل قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فكون الأشجار سوداء، كلها سوداء، إما أنها تدل هذا الدلالة الإيجابية، أو أنها تدل على خلل في عمله،
إما في قضية إخلاص النية أو حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. رزقنا الله وإياكم حسن الاتباع، وجنبنا وإياكم شر الابتداع، وجعلنا وإياكم من المخلصين والمخلصين، اللهم آمين. الأخ فالح من صلاح الدين يقول أنه في رمضان رأى كأنه يمشي عند نهر دجلة، فنظر إلى السماء فرأى فيها كل السماء عبارة عن ورود بيضاء، ورود بيضاء. الورود تأتي أحيانا بجمع وردة، وأحيانا تدل على الورود إلى الشيء، كأن يكون يرد الإنسان على هذا النهر، أو يكون جمع ورد، أي أن الإنسان عنده أكثر من ورد من أوراد الطاعة أو أوراد العبادة. فدلالاتها خير يا أخ فالح، جعلك الله من الفالحين ومن الصالحين والمصلحين، يعني إن شاء الله تدل على ماذا؟ هذه الورود في السماء تدل على أعمال صالحة، أورادنا من الذكر، من الشكر، من الصبر، من التفكر، من الصدقة، من الصلاة، من الصيام، إن شاء الله تدل على أعمال الخير، أعمال الناس في رمضان وهم صائمون وهم قائمون وهم ذاكرون وهم يقرؤون القرآن، وكأنها ترتفع إلى السماء، فإن شاء الله تدل على خير، إن شاء الله تدل على خير. أخونا رعد من بغداد هو كاسب، رأى رؤيا فيها شيء من الطول لكنها رؤيا مباركة، رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بآبائنا هو وأمهاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذر رسول الله إن قصرت في وصفكم فإن جمالكم لن يوصف، والله لو قلم الزمان ظل يكتب من البداية للنهاية ما كفى. بآبائنا هو وأمهاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هو وابن عمه وجده يجلسون في حديقة المنزل فرأوا نورا خرج من البستان، فقال له جده اذهب وانظر لنا مصدر هذا النور. يقول فأتيت فوجدت قبرا، هذا القبر كأنه مبني من طبقات من الذهب والفضة، وهذا أخي الحبيب رعد هو وصف بناء الجنة، بناء الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة، وأولى الناس بجنة الرحمن هو حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. والقبر في حق المؤمن إما روضة، في حق الناس إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهو في حق المؤمنين إن شاء الله روضة من رياض الجنة، وإمام المتقين وتاج رؤوس العارفين وسيد وقدوة الأولياء والصالحين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت رأيته في قبر بهذه الصورة، يقول كأنه نائم، فوضعت يدي تحت رأسه وأسندته على صدري صلى الله عليه وسلم، فكلمني فارتحت لكلامه مع أنني أخاف من القبور والموتى وكذا في الواقع، فقلت له من أنت؟ قال أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيته بنفس الأوصاف التي يذكرها يعني كتاب السير، فبكيت من شدة الفرح وسالت دموعي على خدي، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ومسح دموعي من على خدي وسألني عن حال الأمة، فأخبرته بأننا في كرب وأننا في شدة، فقال أعلم بذلك، ثم أقسمت عليه بالله أن أكون معه في الجنة أو أن يسأل الله عز وجل لي أن أدخل الجنة في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فلما كانت الثالثة قال ولك الجنة لك الجنة لك الجنة، فاحتضنته وبكيت كثيرا، ثم عدت وذهب جدي فعاد أيضا بالبشارة. أقول يا أخونا رعد والله تعالى أعلم هذه رؤيا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان، وإذا رأيته بنفس الصفة التي ذكره بها علماء السيرة وكتاب الشمائل فإن شاء الله هذه الرؤية حق، وهذه البشارة إن شاء الله حق في حقك وفي حق أمة الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت إن شاء الله من أهل الصلاة ومن أهل الذكر ومن ربما ممن يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وممن يحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال المرء يحشر مع من أحب، والله عز وجل قال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يكرمك يا أخونا رعد وأن يكرمنا وجميع المسلمين والمسلمات بجوار حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون معه في الجنة بحبنا له وبإكثارنا من الصلاة عليه، وإن كانت أعمالنا لا ترقى لمنزلته لكن نسأل الله أن يجمعنا به رحمة منه سبحانه وتعالى، ومن ثم إن شاء الله ببركة حبنا له واتباعنا له وإحيائنا لسنته وإكثارنا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والرؤية فيها بشارة، بشارة حق في حقك يا أخونا رعد وفي حق جدك، والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقالوا نسألك مرافقتك في الجنة، بعضهم ماذا قال لهم؟ قال أعني على نفسك بكثرة
السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود وغيرها أيضا من الروايات. نسأل الله لنا ولك الجنة يا أخونا الكريم رعد من بغداد. أم علي تقول أن أمها متوفية، رأت في الرؤيا جارتها، رأتها في الرؤيا أنها تحمل في يدها مسواك يعني خضرة فواكه مواد غذائية، وكان معه سلق، فقالت لها ماذا تفعلين به؟ قالت فاتحة لأمي، علما أن أمها متوفاة. أقول قد يكون هذا يعني الفاتحة، طبعا ليس لها أصل في الشريعة أن نصنع طعام باسم الفاتحة، لكن صناعة الطعام لأهل الميت من قبل غيرهم هي سنة. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صناعة أهل الميت طعام والتصدق به على المحتاجين بنية الصدقة عن هذا الميت أمر مشروع. الصدقات المنقطعة أو الجارية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها صدقة جارية. فكأنه تذكير لك يا أم علي الله يحفظك أنه ما تنسين الوالدة من الاستغفار، من الدعاء، من الصدقات. نسأل الله أن ينفعها إن شاء الله بذلك. شقد بعد معنا وقت أخونا المخرج الله يحفظك؟ 7 دقائق. نعم، أخونا قحطان يقول أن عمه متوفى رأى في الرؤيا أنه صائم، رآه رجل فقال له تفضل يعني تغدى عندنا، قال أنا صائم مطلوب كثير صيام، علما أنه كان مقعد يعجز عن الصيام بسبب مرضه. سألته هل دفع الكفارة الإفطار؟ قال لا. الله تعالى أعلم، يعني قد تكون هذه الرؤيا تذكير لأهله، إن كانت ذمته مشغولة بعدم الصيام، إن كان مستطيعا فكان الأولى أن يصوم، لكن بما أنه كان مريض وعاجز عن الصيام فالأولى أن يدفع الكفارة، كفارة الصيام، سواء كان إطعام طعام أو مثلا قيمة ذلك، يقدروها مثلا شقد. إذا تيقن هم يقينا أنه مثلا هو بقى 5 رمضانات أو 4 أو 3 مثلا ما صام ولا دفع يعني فدية الإفطار، فيدفعون عنه فدية الإفطار إبراء لذمته. وأحيانا الصوم يعني كثرة الصيام قد يدل على أنه كان من أهل الصمت بكثرة، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فالصيام أحيانا يدل على أن هذا الرجل قد كان يلزم الصمت كثيرا. والعلماء يقولون يعني أنه الصمت من علامات النجاة، أن الإنسان إذا تكلم ينبغي أن يتكلم بخير أو يسكت عن شر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أخونا قحطان يقول أن زوجته رأت مجموعة من القبور لأهلها، لكن رأت فيها قبرا مجهولا كان صاحب القبر يعذب، كان صاحب القبر يعذب. نسأل الله العفو والعافية. أقول يا أخ قحطان هذه الرؤيا فيها رسالة، فيها رسالة يعني فيها إشارة والله تعالى أعلم على أن أهلها قد يكونون من المنعمين وليسوا من المعذبين، الله تعالى أعلم. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لكن هذا القبر المجهول فيه رسالة للأحياء، إذا أرادوا النجاة من عذاب القبر فينبغي أن يعملوا بالأمور التي تنجيهم من العذاب، وأن يعملوا بالأمور التي توجب لهم النعيم. على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 30 آية من كتاب الله عز وجل ظلت تشفع لصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر. ما هي 30 آية؟ سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، هذا من جهة. من موجبات عذاب القبر ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، ينقل الكلام بين الناس، فتان يفسد ذات البين، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يتنزه من بوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نجانا الله وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، وكتب لنا بفضله ومنه وكرمه نعيم الدنيا والآخرة. أخذنا دنيا من بغداد تقول رأيت في الرؤيا أني ألبس حجابا وعباءة وأنني يعني أعمل بوظيفة في مكان ما، وكان في هذا المكان شخص اسمه سعد، وكان في شخص اسمها معه شخص آخر صديقة لها تسمى هدى. أقول يا أخو الدنيا والله تعالى أعلم، إن لم تكوني متزوجة فالحجاب والعباءة تدل يعني على الزواج، تدل على الزواج، وإن كنت متزوجة
فهي تدل على الدين وعلى العلم، أنك تتعلمين وأنك تعلمين. والعمل في هذا المكان أيضا فيه إشارة، والأشخاص على اعتبار أن زميلتك في نفس التخصص في نفس الشهادة وموظفة هي، فإن شاء الله نسأل الله من فضله اطرقي باب الله عز وجل وأكثري من الدعاء، ونسأل الله أن ييسر لك الخير حيث كان. إن لم تكون متزوجة ففي الرؤيا ما يدل على الزواج، والله أعلم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإن كنت متزوجة فالثياب تدل أحيانا على التقوى أو على الدين أو على العلم. والعمل في هذا المكان مع وجود قرائن هذه البنت التي كانت معك في الدراسة وهي الآن موظفة، الله تعالى أعلم. نسأل الله أن ييسر لك الخير حيث كان، وأن يفتح عليك وعلى جميع المسلمين والمسلمات بخير ما يفتح به على عباده الصالحين وأولياء العارفين. أحباب الأكارم أخوات الطيبات، بهذا نكون قد أجبنا على رؤى هذه الحلقة. نسأل الله أن يجعل ما رأيتم خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه، حتى نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.